إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. السلام عليكم الجوار، اتمنى تكونوا بخير بصحه وعافيه وكل شيء يكون ناضي ومزيان عندكم الخوش. المهم جبت لكم خبر شويه خارج على كره القدم، لكن في مبادره جميله وانسانيه جمعت ما بين حكيم زياش واللاعب امرابط وزكريا البيض اللاعب ديال اياكس، يجتمعوا في واحد البث مباشر او لواحد لايف في الانستغرام بغرض جمع تبرعات لواحد الطفله كتعاني بواحد المرض نادر. المهم الخوض نقول لكم تفاصيل وشنو طرا في اللايف. اجتمعت ثلاثي المنتخب المغربي لكره القدم في بث مباشر بغايه جمع تبرعات لفتاه صغيره السن تعاني من مرض نادر. على عكس ما أشار له بعض بكونه جاء بهدف جمع تبرعات للقضية الفلسطينية. يعني الخوش كل اللي قال باللي هاد اللايف داروا علاقة بالقضية الفلسطينية، لكن لا، ما عندوش علاقة بالقضية الفلسطينية، بل عنده علاقة بالفتاة. كما كتشوف الصورة، هاد ستوري كان نشرها زياش على الفتاة اللي بغاو يجمعوا لها التبرعات الله يشافيها. بحيث حاول زياش وامرابط والبيض جمع مبلغ العملية الجراحية التي تحتاجها الفتاة والبالغ قيمته أزيد من مليوني يورو، يعني 2 مليار، عبر عرض أقمصتهم للبيع ودفع المشاهدين لشرائها. هادشي الخوش، هاد المصدر حسب البطولة ديال الموقع المغربي لما تم أخبار ديال كرة القدم. وعشان متوسط ميدان البلوز، يعني زياش على الظهور في بث مباشر أولا دي لايف على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام كل ما أراد تقديم يد العون للمرضى، وهو الأمر الذي طبقه في السابق مع شخص كان يعاني من تبعات مرض نادر. يعني هادشي الخوش مزيان هاد الموقف هذا من اللاعبين المغاربه، كنتمنوا جميع اللاعبين يكونوا بحال هكا ويساعدوا اخوان ديالهم، وكنتمنوا الشفاء لهاد الفتاة الصغيرة، وكنتمنى والله يكون حنا عند الحسن العون ديالها ويساعدها ويساعد الاهل ديالها ويصبرهم. وهذا ما كان، تمنى عجبكم الخبر، كان معكم اخوكم مروان، تهلاو لي فراسكم.